خلينا نروح لأخبار مباراة بكرة. موسيماني يعلن قائمة النادي الأهلي استعدادا طبعا لمباراة بيراميدز. قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا إن شاء الله في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي معلول ومصطفى شوبير. أما بالنسبة لخط الدفاع، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول. حمدي فتحي وعمرو السوليه وحسين الشحات واليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايه دول خط الوسط. أما خط الهجوم، كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن. بالمناسبة مروان محسن برضو اللي كانت إشاعات كتيرة جدا طلع عليه خلال الفترة الأخيرة، ومروان محسن متواجد في قائمة النادي الأهلي الرئيسية لمواجهة نادي بيراميدز.